انا مش عارفه صراحه شيرين انت بتعمل ايه بالظبط، بس انا اعتقد ان ده بيكون فيل. لا، ده مش فيل، ركزوا معايا كويس. اهو بصوا. طب مش عارفه، يمكن يكون قطه. لا، برضو مش قطه، ركزوا بس كويس وهتعرفوا ده ايه. خلاص، انا عرفت، اعتقد ده نمر. برافو، يعني انا كنت اول فاكر ان ده كلب، بس اعتقد فعلا ان ده هن نمر. لا، انا ما كنتش بقلد حيوان خالص، انا كنت بقلد نفسي لما بقع من على السكيتنج بورد واتكعبل على الارض وبتيجوا كلكم تقوموني. دايما بعمل الحركه دي بالظبط، بس ما حدش اخد باله خالص. ايه يا جوريان ده، انا كنت فاكرين انت بتقلد حيوان اصلا، انت عملت الموضوع بطريقه صعبه قوي. طيب خلاص، انا عليا الدور، انا هطلع وامثل بقى اي حاجه تانية. اوكي طيب ماشي، يلا انا هبتدي اهو. اوكي مستعدين؟ ايوه مستعدين. روح اقعد بقى هناك يا جوليان. ايه ده، اعتقد الباب يخبط صح؟ لا، هي ايه الحركات دي، انا مش فاهم منك حاجه. استنوا بس، عشان انا برضو مش فاهم حاجه من هنا. اعتقد هي تقريبا بتقول جود باي. ايه ده، الباب بيخبط، يا رب يكون باب بتاع البيتزا جه. اهلا اهلا، ايه ده مارتن، ازيك؟ انا ربيت كولجيت جديد، انا لسه معثره هنا. ايه ده، اهلا، ازيك، عامله ايه؟ انت مش فاكرني ولا ايه، ده انا كنت معاك في المدرسه. ايه ده، شعرك كبر خالص بقى، شكلك امور جدا. واو، وشك بقى فعلا امور خالص خالص خالص. ايه ده، عيب كده. ايه ده، بابا، مين دي يا بابا؟ ابدا، دي جارتنا الجديده اسمها ريتا، وجايه ان هي تسلم عليكم. سلام عليها يا بنات. ايه ده، الله، هم دول ولادك؟ ايه ده، كبرت وخلفت 3 عيال، ما شاء الله، دول شكلهم فظيع. ايه ده، هي بتتكلم بسرعه كده ليه يا بابا؟ مش فاهم منها حاجه. انت اسمك جيليان بقى يا خلصي على القمر، شكلك فعلا زي القمر. يوتي جميلة يوتي. ايه ده، هي بتتكلم كده ليه يا بابا؟ انا خايف منها. لا، ما تخافش، هي بس بتسلم عليكم. وبنتي الكبيرة هنا هنا، وفي النص في آما. ايه ده يا خلاصي، شكلهم كلهم فظاع، شكلهم حلو جدا جدا جدا. انا كنت جعانة اوي، في عندكم حاجة تتاكل؟ احنا كنا قاعدين لسه بنلعب لعبة عروستي. طب انا ممكن اجي العب معاكم لو ما كانش ضايقكم. ماشي يا بابا، خليها تلعب معانا، شكلها برضو لذيذ ومش عارفة هنفهم منها حاجة. انا عليا الدور اهو، هرسم لكم بقى شكل اللي تركزوا معايا وتعرفوا ده ايه. اوكي يلا يا اما، قوليلنا بقى ده ايه. ده صعب جدا، الحيوان اللي هي بتعمله ده فيل ده ولا ايه؟ لا، ركزوا بس معايا كويس اهو، ركزوا. اعتقد دي قطة. لا برضو مش قطة. انا بقى عليا الدور. طيب يوه، مش فاهمين منك حاجة خالص، ده فيلم رعب ده ولا ايه؟ اوكي فيلم كلمتين. ايوه، تعالى اطلع كده مثل معايا، ده فيلم علاء الدين ده ولا ايه؟ مش عارف، يمكن يكون فيلم رومانسي. ده شكله فيلم رومانسي، عشان هي وبابا عنين بيرقصوا ومسكت ايده كده. اعتقد ان ده فيلم رومانسي تقريبا، ده تايتانيك، هيموتوا الاتنين في الاخر. انا مش عارفة ولا انا عارف خالص. الفيلم ده ايه يا بابا، احنا اتلخبطنا جدا، وست كمان بتتكلم بسرعة اوي. ايه يا بابا الفيلم ده، ايه ده، دي زي توسيني قدام العيال، هيبقى منظري ايه دلوقتي. مش عارفين يا بابا الفيلم ده رومانسي ده ولا ايه، يعني مش شفناش افلام كده خالص. يا بابا، احنا منعرفش حاجة خالص، انت بتبوس واحدة تانية غير ماما؟ ايه، بيبوس واحدة تانية غير ماما؟ بتبوس مين يا مارتن في البيت وانا موجودة؟ ابدا ابدا، دي جارتنا الجديدة ريت، كنت عايز ان انا اعرفك عليها، دي لذيذة جدا، تعالي بصي كده واتكلمي معاها. اهلا اهلا، ازي حضرتك، عاملة ايه؟ انا كويسة جدا، انتي اخبارك ايه؟ انتي ازاي تتجرعي وتخشي عندي البيت وتبوسي جوزي؟ طيب امشي اطلعي برا. ايه ده، ليه؟ ده انا كنت جاية والله هفضل اضحك معاك وانتوا هتطردوني في الاخر. امشي بقولك، اطلعي برا كده يا مارتن، اسيب لك العيال تعمل معاهم كده؟ ايه، ما وريتك ليه بس، انا عملت ايه؟ صدقيني انا ما عملتش اي حاجه، والعيال قدامي يقوم اساليهم. لا برضو، انا هسألك وهطلب لك البوليس كمان. مش عارف، يمكن يكون ده فيلم. الو، ايوه يا جوزي،
تعالى الحقني، ده في خناقة عندي هنا في البيت. ايوه انا في عائلة الطيور، تعالى على طول. طيب الحمد لله، انا جوزي جاي هو يتخانق هو معاكم. ايه ده يا بابا، دي هجيب جوزها وهو اللي هيتخانق معانا. طب شوف حل للموضوع ده. لا ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هعرف انا اظبط الموضوع ده على طول. بقى انت بقى جاي تقولي كده ماشي، وتجيب بقى واحدة صاحبتك وتيجي تقولي ان دي جارتنا الجديدة. يا ستي انا اول مرة اشوفها اساسا، انا ما اعرفهاش. وسألي حتى العيال دي لسه مخبطة هي علينا الباب، وهي اللي جت لوحدها. كلاوديا كلاوديا انا جيت. ايه ده، مين ده؟ انا جوز ريتا. انتوا ازاي تتخانقوا معاها وتقولوا ليه قلتوا عليها ده؟ انا جاي ان انا اصلح الدنيا هنا. ايه ده، انت جوزها؟ مش تلم مراتك؟ مراتك جاية تبوس جوزي في البيت عندي هنا. انا اسف جدا، بس انا الصراحة كمان معجب بيكي قوي يا كلاوديا، ومش مشكلة هي تعمل اللي هي عايزاه، المهم ان انا معجب بيكي انتي. ما تيجي تتجوزين انا وانتي متجوزين. ايه اللي انت بتقول ده؟ انت اتجننت ازاي تقول كده على مراتي؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحصل هنا ده. اتفضل اطلع بره. ليه يعني؟ ايه اللي فيها؟ طب ما اتجوزك انا يا مارتن وهو يتجوزها، ايه رأيكم؟ لا طبعا مش عايز اي حد فيكم يكلمني، اتفضلوا مش اطلعوا بره كلكم. ايه الرخامة دي؟ ده انت رخم جدا. ليه يا كلاوديا؟ انا عايزك انتي. ايه ده، ايه اللي حصل ده؟ الدنيا لخبطت خالص، احنا مش هنا بنمثلوا فيلم ولا ايه؟ اه ظاهر كده شكلهم فعلا بيمثلوا فيلم، ده بتحب ماما ودي بتحب بابا، انا مش عارف حاجة خالص. ايوه يا مارتن، انا وانت نفع كويس قوي مع بعض، وخلي كلاوديا تنفع مع الراجل التاني ده، ايه رأيك؟ لا طبعا انا بحب مراتي وعايزة على طول. ميرسي جدا. آه يلا يلا بينا يلا، دول شكلهم مش عايزين يغيروا رأيهم خالص. تعالي نمشي يا ريدة بقى، ومش كل شوية يجيبك من شقة شكل. الله خليكي قاعدة بقى ساكتة كده. ايه ده بجد يا مارتن، طلعت بتكلي عليا قوي كده؟ امال ايه؟ طبعا يا كلاوديا ده انتي مراتي، ده انتي حبيبتي بجد. ربنا يخليك ليا يا مارتن. خلاص اوكي انا مسامحاك، وانا كمان مسامحك يا حبيبتي. اي نعم انا مش عارف مين الراجل ده، بس هنقعد نتكلم بقى في الموضوع ده بعدين. ماشي يا مارتن، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ويبعد عننا الناس الغريبة دي، ما تدخلش بقى اي حد تاني البيت لحد ما نعرف دول مين. اوكي مفيش اي مشكلة، مش هندخل تاني قرايب الجيراننا دول خالص خالص خالص. الحمد لله الموضوع عدى على خير.